حتى حائكو المعاوز يشكون التقليد الخارجي. اليوم نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان مطالبين الجهات المختصة بوقف استيراد المعاوز حفاظا على آخر حرفة يدوية، يقول المحتجون أنها ما تزال حاضرة في الأسواق المحلية وتمثل مصدر رزق لآلاف الأسر. إبراهيم محمد: على يقين أن الحرف التقليدية لا تحرر في انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، مع أن مهنته في الواقع تواجه هذا المصير الآيل بها إلى الانقراض أو الانغراق في وارد الآلة الأوتوماتيكية الصينية. جئنا اليوم إلى هنا لكي نبلغ رسالتنا للأخوة الساسة وصنع القرار في مجلس النواب بأننا ضررنا كثيرا من استيراد المنتجات الصينية، وخاصة إذا كانت صناعة محلية وتراثنا وطني وتخص الشعب اليمني لا تخص غيره. والأسباب أنه لن يكون ليس الصيني هو من يعني هي منتجه لديه رسمية، وإنما تجارنا يأخذوا سلعتنا ويذهبوا بها إلى هناك ويطبعوا نفسها ويقلدوها ويأتوا بها إلى اليمن. عمال معامل الحياكة للمعاوز ينظمون وقفة احتجاجية أمام البرلمان أخرجتهم من بين هذه الآلة الصين الشعبية، وذلك في تقليد منتجاتهم اليدوية من المعاوز ما أثلبا على مدخلاتهم. نحن نحارب هنا الفقر، نحن شقيان على أسرقين نشقي هنا، ما هو شقينا يعني نتوردوا من البرة حتى يخربوا علينا الأسواق داخل اليمن. ليش نستورد من برة؟ ليش نستورد من برة ما دام الحرف موجودة داخل اليمن؟ نحن نناشد رئيس الجمهورية والوزراء ومن كان في هذه الدولة أن يمنع الاستيراد من برة البلد. المعاوز الصين الذي دمرت الأسواق في اليمن. طلب الجهات المختصة في الحكومة بوقف استيراد المعاوز طالما وأنها حرفة أيديهم وصناعتهم القادرة على تلبية متطلبات السوق. تجار اليمنيين يأخذوا يعني معاوز يمنية صناعة خامة يمنية وروحوا بها إلى الصين يقلدوها. الصين طبعا يعني خلاص تهدت الاقتصاد الدومي، وجدت العمى، وجدت البطالة. إذا وجدت البطالة لن نروح الشوارع يا أخي. هي آخر حرفة يدوية في اليمن تحافظ على حضورها في السوق، لكنها قد لا تصمد إذا لم يستجاب لمطالبهم هذه المعيشية والوطنية أيضا. محمد نقيب، حصاد السعيده.